السلام عليكم أعزائي التلاميذ، نلتقي اليوم مع درس في سلسلة الدروس المصورة عن بعد، وذلك من مؤسسة سبيل النجاح الخاصة المستوى الثالث ابتدائي. درسنا لهذا اليوم في مكون الإملاء بعنوان بعنوان تنوين الأسماء المقصورة والمنقوصة وعلامات الترقيم. إذن قبل أن نمر لإنجاز التمارين في هذه الدروس، لما لا نمر ونتذكر هذه الدروس؟ تذكر، الاسم المقصور هو اسم ينتهي بألف قائمة أو على صورة ياء دون نقطتين تسبقها فتحة مثل عصا وفتى. عند التنوين تصبح عصا وفتى. الاسم المنقوص هو اسم ينتهي بياء غير مشددة مكسور ما قبلها مثل قاضي وداعي. عند تنوين هذين الاسمين تحذف الياء وينون الحرف قاضي وداعي. علامات الترقيم هي إشارات ورموز وعلامات توضع بين الجمل لتحقيق الفهم، وهي النقطة، الفاصلة، علامة استفهام، علامة التعجب والنقطتان. إذن هذا فيما يخص تذكير الدروس. الآن سنمر لإنجاز التطبيق. إذن تأخذون أعزائي الدفتر وتكتبون تاريخ اليوم، التطبيقات الكتابية، وتنوين الأسماء المقصورة والمنقوصة وعلامات الترقيم. السؤال الأول، أنون الاسم المنقوص القاضي، عند تنوينه كيف سيصبح؟ المحامي، الراعي، الشادي. إذن قوموا بتنوين هذه الأسماء المنقوصة. السؤال الثاني، أحول الاسم المقصور غير المنون إلى اسم منون، حرس الحارس المرمى. لاحظوا معي الكلمة التي لونت هنا باللون الأحمر هي التي ستنون، عند تنوينها كيف ستصبح؟ حرس الحارس، رأيت الأفعى تدخل المرعى، رأيت الأفعى تدخل، ينظف الكناس المجرى من الأزبال، ينظف الكناس من الأزبال. التمرين الثالث، أضع مكان النقط علامة الترقيم المناسبة، علامة استفهام، علامة تعجب، النقطتان، الفاصلة. إذن لديكم هنا النص، سأقرأ. أتعرفون وطني؟ وطني هو المغرب، فيه عاش أجدادي وفيه أعيش، تسقيني مياهه وتغديني خيراته، ولد فأنا له وهو لي، أقول دائما ما أجملك يا وطني. إذن هنا تضعون مكان النقط العلامة المناسبة، مفهوم؟ إذن قبل ذلك عندما تنهون عملكم نمر إلى التصحيح.